السلام عليكم ورحمة الله جميعا. أولا نشكر الدكتور عبد العزيز محمد حسن على الكلمة الجميلة، وأنا باسمي وباسم جميع السواق أكن لك الاحترام والتقدير، وكلمة جميلة جدا. باسمه تعالى: في أي أبواب الثناء أدخل، وبأي أبيات القصيد أعبر، وفي كل لمسة من وجودكم وأكفاكم للخيرات أسطر. بفيض من الحب والتقدير نتقدم أنا وجميع سائقي باصات، سائقي وسائقات باصات نقل طلبة المدارس للروضات والمدارس والجامعات للجمعية الخيرية بالقرية، بخالص الشكر والتقدير على ما تبذله من جهود جبارة مباركة في مسيرة العمل الخيري بجميع جوانبه. نفخر وتفجر الكلمات التي تعجز الكلمات التي تعبر عن العرفان والشكر لكم لسعيكم لتكريمنا في هذا المحفل يوم العمال العالمي الذي خصص هذا العام لتكريمنا سائقي وسائقات باصات نقل طلبة المدارس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.